بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا من جديد معي في حلقة جديدة من اف تي بي جيمر هاوس. في هذه الحلقة بسوي بلد حلو مرة، بس ان طبعا سويت الارمر جديد ايرون واستخدمت 30 يطلع لي فاير بروتكشن. شلون سويتها؟ حطيتها في بوك زي ما قلتوا لي، حطيتها في بوك وزبطت معي صراحة، ما قد جربت انا اول اللي سويت الحركة، حطيتها في بوك و الدقر حطيتها في بوك و بعدين رحت سويت اللي انفل وحطيتها في الانفل. يعني ما اخذ مني وقت كثير، يعني ما حسيت انه يستاهل اني ابدا القناة الحلقة زي المرة الماضية، يعني بديتها عشان شيء حسيت انه مهم. موجود اهم شيء. ايه ليش انا جاي في النذر؟ عشان اذبح لي بليز رودز، بليز عشان اجيب بليز رود. اوه هذا حقتنا قاعد تشتغل، خلنا النقيب يطلع عليها. وين المفروض ان ندي نشوفها؟ المفروض اني حطيت واي بوينت عشان اعرف بالضبط وين مكانها، بس انه يعني الدائرة زي كذا المفروض انه في هذه المنطقة هو. ايوه هذا هو، شو الرجال شغال. كويس جدا، استمر استمر. من ال طيب بدور على البليز رودز، غالبا بذبحهم وبوريكم. يعني فاير بروتكشن يمكن يساعدني شوي ضد البليز رودز، شوفوا تو ما كانت عندي مشكلة يعني وانا في النار، لانه فاير بروتكشن هو عالي الفاير بروتكشن اي بي يعني مرة. طيب شوي وراجع لكم. طيب لقيت هنا قبل شوي بليز وهزمته. اوه في بليز سبونر، نسيت. انا مسوي اصلا واي بوينت، مش معنى احنا بنسوي عشان الكاسل. نقول له اد كاسل، اتوقع انها زي كذا تكتب عشان هذا الاحمر نبيه رد، عشان ابغى اغامق شوي. ايوه كذا، سيف طلع كويس مرة ضدهم. أو أماني أول حط أي بيربل مو بشينة، خلينا نحاول بعد نجمع لو طلعنا ذوليك سكيلتونز السود عشان نقدر نستدعي الوذر. بعدين نبدأ نجيب البورتال جن، هذا الشيء اللي بيريحني مرة. طيب إذا لقيت بليزز نشوف، خليكم تقعدون معي شوي. اتو لقيتها يعني على طول، سريع سريع. غريبة كان هذا النذر كاسر مفرقة مرة. بصراحة عاجبني مرة الجيت باك هذا، يمديني اطير بسرعة. ايوه هلا هلا هلا. الأم ما داعي اجيب الاغراض حقته و تروح في اللابا. كم طلع لي؟ واحدة بس، محتاج انا كمية، محتاج يمكن ستة. واو وش ذا؟ وهذا ما طلع لي بعد، لو السيف حقي بس لوتينج كان قدرت اجيب. وش ذا؟ المفروض ما يجي زي كذا. السبونينج فيه مشكلة، الأشياء صايرة محيوسة. طيب إذا جمعت الكمية اللي أحتاجها رجعتكم. طيب لقيت بليز سبونر ثاني. قلت إن شاء الله تفرق هذا حقة التورتشز، بس طلعت ما تسوي شيء. عليه
اهم شيء يمديني اذبحهم حبة حبة. لازم نشوف اذا المكان محوطين، يعني ما يمديهم يطلعون. يمديني اقعد زي كذا معهم، اهم شيء جوع كويس. يطلع واحد على طول اشوته قبل ما يطلع الثاني، اهم شيء لا يطلع الاثنين في نفس الوقت. في بليز هنا، بحتاج انا 8، كم عندي؟ 4. كويس كويس جدا، انا تو جيت لقيتهم كثار، يلا ذبحتهم. الفاير بروتكشن طلع كويس، هو كنت اقول لا حسافة فاير بروتكشن. بدون ما يطلق ولا واحدة. طيب اول ما اجمعها ارجع لكم. طيب جمعت 10، توقع كافي. تو رحت اذبح قاست، اشوف طلع لنا زيادة اذبحهم. الفاير بروتكشن مخلي البلوز رد سبايك مرة، لانهم محوطين ما يقدرون ينحاشون، ما يقدرون يسوون اي شيء. يعني نجيب واحد زيادة، بعدين بسوي اكس بي فارم للبريز رود، بس انا مو بهذه الطريقة. تشوفون شلون، بس بعدين يعني يبي لي اشغل هذيك مرة مرة، بس انا جبتها يصير اكسبيرينس بلاش. وينه؟ ما طيح شيء هنا، كنا شفت انه واحد ثاني هنا، كني كذا ملخبط. ابي بليز واحدة زيادة، بليز رد واحدة. زي ما تشوفون يعني الهيلث حقي ما نقص ولا حبة، وانا على نورمال بسبة هذا الفاير بروتكشن. هل نستغلها بما انها موجودة؟ يلا واحد زيادة، يلا ما عليك. نكتون ذبحت الحين 3 مدري 4، ولا يطلع لي ولا بليز رد طرد. يعني ما في 11، يعني خلي يعني يبقى كمية احتياط شوي. بس عناد اصلا انا جاي، خلنا نسجل سبونر واي بوينت. بليز سبونر زي كذا، سبونر لا غلط عليه بس ما عليه، سبونر 2. يلا البيت الجميل وين؟ اوفر وورلد. او في هناك كم واحد، في سبونر ثاني هنا، او في هذا بعد الوذر وين الوذر ذاك الثاني؟ لا انا شفته هنا، نط الكلب. انا اقول سمعت صوت عظام، مشكلة هذولي عشان ايوه. لا ما بيسكلت العادي، هذاك الوذر اذا ذبحته وسيفي فوربل، هذا عليه فوربل، اي فوربل 2. زي ما تشوفون طلع راسه. المفروض اني اقدر اذا جمعت 3، يعني احتاج اذبح كثار مرة مرة مرة. اذا قدرت اذبح 3 يطلع راسهم اقدر استدعي الوذر. تعرفون يعني شو مشوار تذبح تستدعي الوذر، فما بالك بعد مشوار عشان تذبحه، ما الأمة داعي تستدعيه ولا تذبحه. طاح راسه؟ لا طبعا لا. هلا هلا بالبليز كلهم، أهم شي أظفر بالبيجما. شو عندي متفلت أنا اليوم؟ أوه بليز سبونر ثاني. Yeah.
لا متفلت انا اليوم مرة. بليز سبونر 3 يكفي يكفي اليوم، ما الأمة داعي أموت الحين تخرب السمعة. دز بي أقصى سرعة والأوفر وورلد. وش اللي تقول بليز سبونر ثالث؟ ولا هذا حقنا القديم؟ طب شلون ديورت انا؟ شوف دق ولا يطلع، اذا طلع ذاك الوذر الاسود هو بعد بنسوي يعني نفس الطريقة اللي نجيب فيها البليز اكس بي فارم، بسوي واحدة ثانية حقة الوذر هذوليك عشان نجيب الروس حقتهم. طيب إذا رجعت الأوفر وورلد برجع بكلمكم من جديد أو ببدأ أسجل من جديد. طيب رجعتكم من جديد، بسوي ريدستون انرجي سيل ثانية، بس قبل ما أسوي هذا الشيء أحط الكتروم هنا. هذا الكتروم طريقته قد سويناه قبل، نسوي هذا هاردن جلاس وآي دايموند والكتروم ونحطه في الليكويد تسرع الليكويد ترانسبوزر، ثم بيطلع لنا هذا الشيء. ثم نجيب هذا ريدستون كوندكشن كويل، هذا مو بجولد الكتروم، لا تسوون زي غلطتي يعني الفادحة. نحطهم كذا ولد طلع لنا ريدستون انرجي سيل. طيب ناخذ الكوري. طيب وصل قبل ما المفروض قبل ما اخذ الكوري في شيء كان لازم اسويه. انا ليش رحت اجيب البليز رودز والخرابيط هذا؟ بجيب هذا الاندر تشيست، بحتاج 2 اوبسيدين يعني 4 اوبسيدين و2 اندر بيرل و2 وول. طيب كلش سهل هذه الاشياء اللي يطلبها. اثنين وول و الاندر بيرلز كانت زي كذا، 2 اندر بيرلز و بليز رودز هنا بجات حقت الموبس. وش بعد؟ اوبسيدين. ذاك انا جمعت ود كمية حلوة. اي هذا ما كان يحتاج افتح الانفنتري هذه او الشست. طيب كذا نحط هذولي بهذا الشكل وهذا هنا والول فوق، ونحتاج تشست. تشست عندنا تشستين في النص، اندر بيرلز وأوبسيديان وول وبليز رودز. طلعنا 2 اندر تشست. بخلي الكود اللي فوق ابيض ابيض. هذا باختصار شديد زي الاندر تشست الاساسي حق ما ادري ايش كان اسمه بالضبط، الحق فانيلا ماينكرافت، ماينكرافت العادية، بس الفرق انك تقدر تحط عليه الوان، وهذا ترى جاي قبله يعني. بحطه انا حطه ما بيخلي مكان واضح مرة. اصبر شوي، ليش ما يكون واضح مرة؟ ما ادري، هذول ما عاد تحتاجهم، فاضيات شيلها. لو حطيتها هنا اوه بعد مضبطة هذه جاهزة، لا بغير مكانها. الفكرة انه الحركات الفلة هذه، شوف شو اللي تفر في وسطه. بخليه ابيض ابيض هذا هو. جليل. الحين اذا رحت ازين الكوري بصير اخلي الكوري يذب الاشياء في الاندر تشست،
معنا بيجي الأشياء هنا، فهذا بياخذها على طول يوديها. بعدين طبعا بضبط، ما أتوقع بيمديني الحلقة هذه أضبط شلون، يعني ما أتوقع بكمل النظام كامل في حلقة واحدة، بشوف عاد قديش ياخذ مني وقت. وبحتاج ستيكس هذه، هذه اللي حتى الآن ما أدري شلون صار آخذ بالحبات، ما أبي آخذ بالكمية ذي كلها، لا أبي أكثر. أبقى شي ثلاثة وشوي. طيب رجعت لكم، معلش صارت مشكلة بسيطة، ناخذ الريدستون واللابس لزولي. طيب احتاج هذه بعد، كذلك عشان يطلع لنا ريدستون تورتشز، ومين يطلع لنا لاند مارك كويس جدا جدا. لكم سوين اللاند مارك اول، اشو ما سويت انا والله، اتوقع اني سويت. طيب بس اني مرة المشكلة اني ما اقدر اخليه قريب، لاني ابغى اطلع كوارتز زيادة، فلازم اروح بعيد، فبروح ابعد نقطة وصلت لها انا اساسا من برقة فوق واسوي هذا. صح، طفي الفلاي. وش كان شفت شي ازرق انا او اخضر؟ سلايم، وين سلايم؟ خلنا نذبحه. هنا اكيد مات. صدقوني يبي لي اشوف شوي، يمكن القى سلايم بولز ولا شي زي كذا بشينا، يعني حتى لان تذكرون التوهيق اللي صارت عاد يصير جنب بيتي اقدر القى سلايم. هلا ضربة واحدة مات. طيب هذا ما في عليه قوة، ما في شاربنس والخربيط هذا، سمعت عن سلايم؟ اوه هذا خلاص بيكفينا مدى الحياة هذا. كويس، انا ذاك المشوار اللي حصل حتى خرب لي اشياء كثيرة، ذاك المشوار اللي سويته عشان شلون، لان انفتح العالم. يعني وش المشكلة سببت لي هذا المشوار اللي رحت له عشان ادور سلايم؟ انه رحت عالم بعيد مرة مرة مرة. شوفوا وين طريقنا، لا مو بهذا اكيد. رحت مسافة بعيدة، طلع هو رحت مسافة بعيدة مرة، لدرجة انه صار عشان اقدر اسوي عالم جديد، يعني عشان افتح عالم جديدة او اخلي احمل عالم جديد لازم ابعد مسافة طويلة. شو السالفة؟ اتوقع ان هذا هو. وراه مفتوح العالم مرة. في شي غلط صاير، منظف انا كله. طاح الكوبلستون كله، تصدقون كل الكوبلستون طايح. اغرب شي، ما قد شلون. انا الحين من لخم، يعني ما اتذكر قد صار لي شيء زي كذا ابدا. وين شلون جدي اللافا؟ شو الغباء هذا؟
كذا طريقي، لكن طريقي ثاني ملخبط. بس اتذكر انا اصلا حاط اصلا شلون طريق تورتشز كثير عشان عندي اعرف ما الخبط بينهم. هذا فتاتنا ساتو، جينا ولقيناه مسكر. وش السالفة؟ لا مو بهذا طريقنا، ما موصلنا بعيد مرة مرة. طولت هنا مرة، أنا وأنا قاعد أحاول أمشي. أنا الحين على إني مرة بروح و بروح أضبط طول، يعني بدي أشتغل. كان الفكرة الأساسية عشان بدي أشغل الكوري، يعني ما أدري وش صاير صراحة. بس أشوف كبر السوم موجود، هذا أنا حطيته. هل هذه نفس الحفرة اللي أنا رحت معها؟ كنا مو بنفس الحفرة. كم حفرة أصلا مسوي؟ ما أنت كنا مسوي أكثر من واحدة. إيه هذه حفرة ولا لا؟ مو بحفرة هذه، أو في ثنتين هنا. إيه أنا أقول ايه اقول لك، وانا حاط طريق لها عشان على طول، وكان كله مضبط عشان اني ادز بسرعة. اللي خمت انا تو مرة ما ادري شو السالفة. طيب اذا وصلت برجع لكم. طيب وصلت، يعني مسافة كويسة مرة. وين المايننج ليزر حبيبي؟ نغير المود حقه لونج رينج. هذه اللي قاعد تطلع رصاصي، وش السالفة؟ قلبت انا الاصابع، ما صرت التحكم صحيح قبل شوي. كويس. طيب اوه واضح هذا المكان مناسب مرة للكوري. اهم شي لا انسى مكان حفرتي. نزيدها نقول له شلون تكتب كوري؟ اتوقع زي كذا. خلي لا مو ابيض، خلي رمادي شوي. اوه صح، في موبس طلعت في الوقت الغير مناسب. تدرون مع ان في موبس كثير هنا في هذه الاثناء، ما بحط الكور هنا يعني. ما في امل احط هذا الارتفاع، مزعج يصير. ومن الفاضي كل شوي قاعد اذبح الموبس هذولي. وين الكمبس باق الزرقاء؟ خلينا نشحن شوي، ننظف بعد. يبينا ننظف البنتري وراه مليانة مرة. شو السالفة؟ هذي
طيب شوي راجع لكم إذا جاء الصباح. طيب الشمس تشرق، شوفيني كذا أحاول تحاول أقنصهم بالمايننج ليزر. يا عسلة المايننج ليزر، ارجع حبيبي مع الأم هداي تسبب لنا مشاكل. طيب لا أنا أتوقع كويس، هذا بيهاجمني ولا ما هاجمني؟ اللي بيهاجمني انت ما بعد مت، المفروض الحين يبدي يموت. اطلع مخ، اي طلع مخ. طيب وين احط الكوري؟ صراحة طلعت في مكان رهيب. اوه مضبط مكان الكوري هنا، المكان جاهز الكوري. بحط الكوري يعني كويس ولا؟ يا سرت هذا، خليني قبل ما أبدأ أشغل الكوري في شي بتأكد منه. وين الإنرجي سيل؟ وين هذا الإنرجي سيل؟ أقدر أطفي الإنرجي سيل بريدستون سيجنال؟ أي أقدر أطفيها، لأن غالبا هذا اللي عن طريقها بصير أتحكم بالكوري. ما ادري يمديني بعد اسوي هذا في هذه الحلقة ولا لا، بس بشوف بحاول. وينه؟ شو هيك كيف ادور عنه؟ الكوري نفسه. وينه باخذ بروستاب اومني رينش وهذا الشي. طيب وين بروستايب؟ شفت رايت كليك عشان تطلعها بدون ما يتكسر ولا شيء. طبعا ما راح يتكسر بس انه ما يفقد طاقة، ما كان في طاقة من الاساس، بس يلا. طيب ننظف شوي كذا كويس. اتوقع في حركة حلوة ان انا ابغى اسوي مثلا كوري حجمه كبير مرة، ترفع ضغطي هذه دايم تلصق بالجدار، تعطيها ريدستون سيجنال يوريك أقصى مدى لها. هنا أقصى مدى، أحطها هنا. نروح الجهة الثانية، أقصى مدى هنا. كويس جدا، لا موقع مميز جدا جدا. بعدين نجي نطفي الريدستون سيجنال ونعطي هذا رايت كليك. ثم وين الكوري؟ حط الكوري تكودي، انظف المكان زيادة شوي. طيب اول شي احط الكوري هنا كذا، بعدين بحط الاندر تشست جنبه. شو يطلع لنا تحت يقول لك تشنكس اللي بتصير. هذا خلينا نتأكد، يعني اهم شي كلهم يصيرون تبع تشنك واحد، لا عشان وشو هذا يشتغل بعد زي تشنك لودر، بس انه الاجهزة اللي معه لازم نتأكد انها بعد تصير تشنك لودد، يعني ما مطافي التشنك حقهم. بحط هذا كذا، وين بحط الانرجي سيل هنا، بس ان هذا ابيه ايه زي كذا. يعني لو اعطيت الانرجي سيل هذه، او لا بحطها من هذه الجهة على الجدار مرة، اعطيت الريدستون سيجنال ما يطلع لي، ما يطلع انرجي. بعدين هنا هذا بشغله، شلون بدأ ياخذ طاقة. بغير الاوتبوت بخليه اقل بكثير بس تجريب، يعني بشوف بدا يشتغل هو ولا لا. ايوه شوف هذا الجهاز بدا ينظف.
تشيلها، تصير مزعجة. قاعد ينظف المنطقة كلها، بس لأنه يعطي طاقة كثير الحين فيبدأ ينظف بسرعة. يعني هو ما في أمل يشتغل بهذه السرعة يعني أساسا. باقي الأشياء هذه ننظفها يدويا، اللي فوق الكوري من الأساس هذينا ننظفها زي السدر. المفروض إنه يصير أسرع. أصلا الديرت الجراس هو اللي يطول، الديرت ولا شيء ولا ياخذ ثانية. وهذا ننظفها بعد أول ما يخلص تنظيف. في واحد قال لي طريقة، أخوي قال لي شلون كان اللي سواها. نسيت شلون سواها. ما خلاص اجل راحت. طريقة أسرع للتنقل، بس أنا ما أدري يعني أستخدمها ولا لا، كنت باخذ رأيكم. إنه على طول يتنقل بالواي بوينتس مباشرة. هاي قاعد أنظفها بس أنا شكلي يعني ما راح يفرق في أداء الكوري ولا شيء. بس إن الفكرة تدرون، أعرف شو بزين. بس شوي بنظف المكان، ما ياخذ وقت طويل. نظفنا المكان. طيب وين خوينا؟ هذا بعد يبي ينظف. لا ما يحتاج ينظفه، كويس جدا. طيب اللي ابي اسويه، نجي نفتح كرافتنج تيبل حقتنا، ناخذ كوبر ستون. بسوي الآن، لا ما عندي ريد ستون كافي. كنت بسوي وايرلس ريسيفر وايرلس ترانسميتر. يمديني اسويهم الحين. طب الماين نلقى لنا حبة ريدستون يمين يسار. إذا ما كان عندي ريدستون أصلا، وين ال لا ما عندي ريدستون هنا. وين الماين حقنا؟ حطيت الواي بوينت. هنا هي الفتحة تقريبا، هذه هي. باخذ هذه عشان يطلع لنا اكثر. هذا زين شيء اذا كنت مرة حافر حفرة للارض. هنا في بعد ريدستون. اتوقع ان كذا كافي يعني. اكثر من كذا يبقى افتره. نرجع للكورة حقنا وين في هذا. اوه بدأ في الخطوة الثانية. ابي اوقف قبل ما يبدأ في الخطوة الاخيرة. انا ما احتاج مرة بس يعني اتوقع اخلص الطاقة اللي في البيس حقي. بس احط الحين الفيول طول الوقت، ما راح يوقف الفيول. طيب وش كنت بزين؟ ايه اول شي نحط فرنس عادي. لا سويت انا فرنس. وباخذ
ببدأ أطبخ. بطبخهم الحين على مرحلتين. مش كان ودي يجي الليل، اي تفهم، بدأ الكوري، بس انه ما بدأ مرة، لازم يضبط الموقع حقه وين يبدأ، لان هنا في موية. لو ما في موية هنا كان حطيت موية في الزاوية ولا في مكان، عشان وشو. ايوه، بدأ يحفر، بدأ يطلع لك الدايموند دريل، الدريل حقه، عشان كذا هو يستخدم كمية دايموند خيالية. شوف، هذا على انه قاعد يطلع موارد، هو الاساس انه لو ما في اي شيء كان يشوف الموارد تطير، بس انه يطلعها يوديها الاندر تشيست، وذاك على طول ياخذها. طبعا وقف، لانه قلت اللي انا يوقف. شوف، هذا الحين اول ما يخلص بخليه يطبخها من جديد، بس خلني يعني احس اني طولت على اشياء ما تستاهل، فشوي وراجع لكم. طيب، رجعت لكم من جديد. كأني طحت، ما ادري. اول شيء بحتاج اسويه، بحتاج اسوي، طبعا تشوفون كلهم تقريبا نفس الوصفة، بحتاج 4 اوبسيدين. عندي وود ولا ما عندي وود؟ عندي تشين سو، رابطي كذا. اتوقع هذه الكمية اللي احتاجها اكثر من اللي احتاجها. لا، ما اقدر استخدمه، شبيه بهجل، ما له فايدة. ناخذ من اللي هناك. نحتاج 8 وود. تقولون بعد هذا ما يزبط؟ لا، هذا اوك، هذا العادي. نرجع مكاننا اللي فوق، من مكان نسوي فيه وصفات. وهذا بيذبحه. اسف، وديته. شو السالفة؟ في مشكلة في اللودينج. ما علينا، احنا اهم شي نبدأ نزين الوصفة حقتنا. طيب، هذا اللي طلع من الطبخ اللي اول سويته، طبخت الستون مرتين زي كذا كذا. بحتاج اكثر، جيت اتاكد من وصفاتي قبل كاملة. بحتاج 8 وود ثانية. سالفة ورا العالم زي كذا صاير. أربعة بالضبط الكمية اللي أبغاها. يحتاج أروح هناك إذا جتني طلقة، يعني يحتاج. طيب، ونحتاج حقاتنا هذولي. اكتشفت انه لازم يصير معك ايرون طول الوقت، يعني هذه من الاساسيات حقت ماينكرافت او الاف تي بي بشكل عام. وصح، هذه مو بالعادية، ريد ستون وجلو ستون. جلو ستون لازم ارجع عشان اجيبه. هذا اللي مشوار، هذا اللي ما نبيه. شكله لازم ارجع. تشوفوني بعد ما اطبخ يطلع لي زي كذا. الله،
وش ذولي كلهم؟ لازم ارجع بروح بجيب جلوستون، بقابلكم انا في البيت يعني باختصار شديد. العالم التحميل فيه مشكلة، شوي وراجع لكم. طيب رجعتكم من جديد، وصلت البيت اخيرا. صرت اضغط قدام وكنترول ومسافة عشان قد مسرع طول الوقت وماسك جوالي قد اقرا. والله الطريق بعيد عليه، يطلع لي اوبسيدين ستيكس زيادة. يلا ما عليه، زيادة اوبسيدين ستيكس. وش كنا بنزين؟ اول واحد زي كذا الترانزميتر اللي هو يطلق الاشارة حقت، لا هذا اللي يستقبل ماشي، وهذا اللي يطلقها. نحتاج البو هذا، هذا الشيء، ونحط هذول كذا وهذه كذا. الحين هذا وش فائدتهم؟ مثلا نحطها زي كذا، كلهم يشوفون صفر صفر. ما عندي ليفر ولا اي شيء يعني، لها مليون تسمية. اي هذا اللي يرسل وهذا اللي يستقبل، بس والله ما استقبل. واحد نقول ظاهر اقدر اسميها ايه، كوري ست نيم. ايه خلاص تسجل انه كوري. بحطه، لا كسرت هذه، ما بيكسرها. وين البلدر؟ البطيء. طيب بحطها، بما ان هنا التحكم حقي بحطها هنا. هذا قلنا اللي يرسل صح؟ ايه بحطه. شلون احطه كذا؟ هاي قاعد يشتغل، طافي الكوري المفروض. بخليه يشتغل وبعطي هذا الشيء كمية لافا محترمة. يمكن اخليه مشبوك طول الوقت، هذا قاعد افكر فيه، لاني بصير استخدم كمية كبيرة مرة من الطاقة. يعني بشوف اذا حسيت انه مشوار كل شيء اعبيه خليته اوتوماتيك، يعني سهلة مرة. اجيب كمية زيادة من هذولي احطها هنا وريدستون سيجنال، يعني ما ابسط من كذا ما في. طيب وش كنت مسوي انا؟ كنت بعطيها هذا طاقة زيادة. وين كانفاس باج؟ وين حطيت انا الباكتس؟ اتوقع كافي مؤقتا. حطيت انا هذا الشيء هنا كويس. الحين اصبر، بشحنها هنا، بشحن الجيت باك، لان لو رحت الحين بيطفى علي. خلي عشان ابغى يجي الليل. ليش؟ عشان لو رحت هناك يصير نهار. الحين لو رحت هناك بوصل هناك في الليل. هذه كويسة. شو اني سويتها اول؟ كنت اقول يعني صراحة كان في بالي اول اني اخلي، وهذا اخليه ست نيم، امشي ما انسى بعد هذاك، بعد سوي نفس الشيء.
يعني كنت تقريبا افكر اني استغني عن الايو يعني بشكل عام، بس اكتشفت انه لا مفيد مرة. الايو ناقو شيء هذا بعد مفيد. الام جي حتى الان بالنسبة لي صاير اشون محطة له فائدة، يعني اول ما كان ما تحس بفايدة مرة، الحين لا صار في استخدامات كثير للام جي وتخلص بسرعة مرة مرة، ما يكمل معك. هذه الأصلية ولا الكذبية؟ هذه الكذبية. وين الأصلية حقتنا؟ طيب لازم نسوي طريقة عشان نعرف. ترى في فتحة هنا يعني، بس انه لا تدخل فيها. ايه اذا يطلع الطريق منور زي كذا معناته كويس. طيب اذا وصلت برجع لكم. طيب رجعت من جديد، طلع توقيتي غير مناسب وما كان عندي بول عشان اسوي مزرعة او اسوي وش كنت اسوي، ما كان عندي سرير يعني. صراحة النكبك مفيد مع الكريبر. طيب نجي هنا، هذا قاعد يشتغل او قاعد يشتغل؟ اي صح، عشان اعطيتنا ريدستون سيجنال، المفروض ان هذا امتلأ. خليه يشتغل يعطيه الطاقة، ونحط هذا كذا كويس جدا. بس وش الفكرة؟ شفت شلون سرعته؟ لأنه قاعد يشتغل بطاقة 100، فسريع. هو مقوى أصلا الكول عشان يشيل طاقة أكثر طبعا، بس إنه ما راح يصير يشتغل 100%. الحين قاعد ياخذ طاقة 100% من البيت، بس إنه ما توصل كاملة. لا والله توصل كاملة، غريبة. بس أنا ما أبغى زي كذا، أبي 50 او 60. انا عندي كم واحد، وكل واحد من هذوليك يعطيني كل واحد من الكومبستشن انجنز يعطيني 6، وعندي انا 12 كومبستشن انجن. انا حسبتها اول بس نسيت. 6 ضرب 12 هذه 72. 60 اجل كويس، لاني ببقي بعد طاقة بدي استخدمها يعني. فهمت قصدي؟ فبس اتوقع كذا كويس مرة، كويس مرة مرة يعني. ما راح نطول لو نوصل ليفل يعني، نازل مرة تحت. شوف هذا شلون قاعد يشتغل. هنا هذه ممكن تصير مشكلة بسيطة. لو ما صار سريع كفاية يمكن تتعبى هذه كلها. يعني مو مرة يعني، حتى الآن كويس. شوف عاد إذا كان يكفي ولا شبك 2 في نفس الوقت. أتوقع إلى كويس كويس يعني، أقدر أطفي الكوري متى ما أبي لأني حطيت هذا الشيء. ما راح يتوقف مرة في اللحظة، لأن الكوري أصلا في طاقة داخله يعني، زي يخزن طاقة ما يستخدم عشان يشغلهم. ميشون لو طفيت الطاقة عنه بيشتغل فترة شوي ثم بيطفى. طيب وين فتح حقتي؟ طيب أتوقع إن شاء الله تكون عجبتكم هذه الحلقة، و إذا عندكم أي اقتراحات ولا شيء غالبا الحلقة الجاية بكمل ترتيب الموارد. يمكن اسمي الحلقة ترتيب الموارد او لا الحصول على، ما ادري بنشوف. تشوفون شلون نحط العنوان على سارة هذا، اذا اي واحد حس ان عنوان اللي حطيته ابو كلب، وهذا غالبا في كل الحلقات يعني، تعالي لو تحط اقتراح ما عندي مشكلة يعني. ببدل على طول لو لقيت العنوان حقك زي من عنواني على طول ببدل العنوان. فأتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقة،
لا تنسوا اللايك فيفرت لا تنسوا اللايك فيفرت اذا ما كتبتوا سبسكرايب، سو سبسكرايب ومع السلامة.